احكي يا شهرزاد. ما سيادتك عايزني احكي عن ايه بالظبط؟ ما قلتليش ليه ان درويش عبد ربه كان مستخبي عند ماهر الدغش؟ اسمع مني، هو تليفون صغير كده للي اسمه زهير ده، وساعتها بقى نقب على وش الدنيا ونعيش بقى يا فؤاد. عارف مين اللي كان عايز يهرب درويش من عربيه الترحيلات؟ مين؟ امجد الدين. من فضلك انا كنت عايزه اقابل امجد بنتي. في معاد سابق؟ جرب وشوف، ارتاح القلب الملهوف. بلح، انت جاي تبيع المايه في حاره السقايين ولا ايه؟ عسى ربك يقبل منك دعوه المظلوم وينكتب لك البراءه في كل ساعه ويوم. يوم في بيتي ويوم في مكتبي ويوم هنا في الجراج. هو انتوا بتحققوا فيه بالظبط يا باشا؟ هو مش غريبه شويه ان عربيات مهمات خطره زي دي ما يبقاش فيها خبطه كده ولا كده؟ اتفاهمه غلط حد كده، وكفايه جدا ان مش مهندسه، ده شغل هاكرز. انت جايباني هاك، عايزاني هاك ميل بتاع وزيره في الحكومه؟ يا عم طارق الله يخليك يا باشمهندس، انا بس اللي في بقى حاجه الواجب الله سبحانه وتعالى كده يمكن يفك ام النحس اللي احنا فيه ده. اي حاجه نذبحوها ان شاء الله، حتى رب ان شاء الله ارنب اي حاجه. انا نفسي اعرف انت ازاي واثق فيه قوي كده. عشان ابني. زي ما قلت لك انا شغلتي الورق، ورقه تظهر اريحك من قضيه، ورقه تختفي اريحك من صاحبها، غير الورق مش سكتي. ان كان على ورق فضل انا هخلصك منه في غمضه عين، انما موضوع ابنه ده مش عندي. على قول انت الحاجه كده تمام، ويعني موضوع ابنه ده سيبهولي انا هعرف اتصرف فيه. أنا مش عارف الموضوع إيه، لكن على رأي الدكاترة الوقاية خير من العلاج. أتمنى بلاش العنف. متقلقش. مع السلامة. سلام. باشا. الو، حصل ايه؟ مفيش جديد يا ريس، انا معسكر له على نصة الشارع والرجاله واقفه على اشاره. استنى لما يدخل وبعدين خلصه. اوامرك. خلصه على كله. مفهوم يا ريس. الشارع شكله لسه مش امان، تهالي خليك قاعد شوية لحد ما الشارع يروق. حلو قوي المكوت ده يا استاذة، انت اللي عاملاه؟ ايوه انا. عجبك؟ هو في الحقيقة انا ما بفهمش فيه يعني، بس واضح يعني انه فخم متعوب فيه ومصروف عليه يعني. ظاهر ان حضرتك شاطرة. شكرا قوي على المجاملة. يا رب بقى تثق فيا ربع ثقتك في ابنك الباشمهندس. هو أرجوك يا أستاذة خلي بالك، اوعي تجيبي سيرة ابني دي قدامه. أنا بالنسبة له عمي درويش صاحب السايبر اللي بيجي يصير عنده الكمبيوترات كل أول شهر ويشتري منه شوية إكسسوارات ويمشي. ما تقلقش يا درويش، اقعد اقعد. انا فاهمة، انا فاهمة الموقف كويس، بس بصراحة في سؤال مجنني. يعني انا نفسي اعرف حاجة، هو ازاي يعيش عمره ده كله من غير ما يفكر يشوف امه؟ عمره ما سأل عنك؟ عيل ويا الدنيا لا نفسه من غير ام زي بقية العيال اللي في سنه، يعني كان لازم انه يسأل. طب واللي سألوه ردوا قالوا له ايه؟ ردوا عليه بالجواب اللي ما يعوروش وفي نفس الوقت ينفع يتسجل. ابوك كان معتقل سياسي ومات في السجن. طب يعني عمره حتى ما سأل على صورة ليك؟
كانوا برضو عاملين حسابهم. لما سألهم عن صور ليا قالوا له صور أبوك راحت في البيت اللي اتهد بتاع السكاكيني. انت عندك ولادة يا أستاذة؟ لا يا درويش. إن شاء الله لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هتعرفي يعني ايه حته منك بتجري على الارض قدامك تملى الدنيا فرحه وتنطيط من حواليكي. انا اخر مره شفته فيها وهو صغير كان نايم وحاطط ايديه الاتنين كده تحت خده، كان بينام زي ما انا بنام بالظبط. بخاف عليه من هوا الطاير، كان نفسي امد ايديا للقمر كده واجيب له حته منه عشان أأمن له مستقبله. فجاه لقيت نفسي ورا الشمس واتحرمت من اعز ما املك. شيء ما يكون حد بنى له بيت من ورق وجوم شويه هوا وطيره في ثانيه. ورغم ان انا هربت من السجن الا اني لقيتني بسجن نفسي بالهروب اكتر واكتر، عايش عشان ما يجيش في يوم مشوفوش في يوم يتبرى مني. يعني انت ما شفتوش كل الفتره دي؟ ربنا يرد له اللي يتربى بعيد عني عشان ما ياخدش حظي من الدنيا. كان نفسي اشوفه هو بيكبر قدام مني كده يملى الدنيا فرحه. ما اعرفش الم من شقاوته. اوطي كده وانزل اربط رباط جزمته وهو نازل اول يوم اروح المدرسه، اشيله على كتافي كده واخش بيه الاستاد والاتحاد الاتحاد 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 كف في كف كده، وانا خارج بيه من صلاة الجمعة. ولما بشوفه بقى بيعاجز بنت الجلالة اقول له ذاكر يا ابن الكلب، وليه دايما يبقى مقلب في محفظتي. اقول له ليه يا ام؟ تقول لي سيب الولد. ولا اسكتي يا ولية اسكتي. عايز يبقى ذكر ناشف. عشان كده فتحت سايبر. كان نفسي ألمسه أشمه أسمع صوته. وأول ما عرفت إنه بقى مهندس كمبيوتر وفتح الشركة بتاعته جبت دورة في محل السمك بالشوال. اشتغلت في حاجة عمري ما سمعت عنها عشان بس يبقى في حاجة تربطني بيه ولو من بعيد. أنا راضي بعقاب ربنا ليا في كل حاجة، بس العقاب ده بالذات كان شديد أوي. قول يا أستاذة انزلي أنت عشان لو في حد مراقبك ولا حاجة ينصرف وراك. طب وانت يا درويش؟ انا هخرج من مطرح ما دخلت. خلي بالك انت على نفسك وما تنسيش اللي اتفقنا عليه مع طارق. متقلقش انا هكلمه واظبط الميعاد معاه. خد بالك على نفسك. ترصيع يا انت عايزني اصدق القصه الهبله اللي انت حكيتها دي؟ شايفنا برياله قدامك ولا ايه؟ يا باشا العفو، اللي حكيته لك هو ده اللي حصل. حازم بيه وادهم بيه مالهمش علاقه بالموضوع، انا اللي رحت اجيب درويش من وراهم. انت بقى كنت عامل لهم مفاجاه الفالنتاين ها؟ لا يا باشا، العمليه دي كانت لحسابي الخاص.
بس خيشت مني ودرويش هرب على اخر لحظه بعد ما العربيه اتلطت. حازم بيه راجل نظيف ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. طبعا طبعا لو حازم كويس بتعمل العمليه دي حساب مين؟ امجد بالديب. ايه مين يا باشا؟ لا واحده واحده كده. هو اللي بتعمل العمليه دي تاني بحساب مين؟ امجد الديب يا باشا رجل الاعمال المشهور. هو اللي عرفت مكان درويش وهو اللي بعتني اجيبه. والله انت اللي باشا. يعني انت عايز تفهمني ان انت تعرف امجد بالديب شخصيا؟ ها بصراحه يا باشا انا ما شفتوش غير مره واحده بس. بس كان في وسط ما بيننا وهو اللي بيتعامل معايا. وامجد الديب عاوز ايه من درويش؟ ما اعرفش يا باشا انا كنت بنفذ بس. بس في حاجه وانا رايح اجيب درويش طلعوا عليا ناس بالعربيه وضربوا عليا نار وهو ده اللي بوظ العمليه. ورحت اصلح العربيه بعد كده من ورا حازم بيها عشان ما يحسش باي حاجه. وصلنا لفقرة الحياة الإنسانية ببرنامجنا أشرف ومعانا منصور راجل بلطجي محترم والحمد لله لسه قلبه بخير ويفكر في الراجل الطاهر اللي كان شغال معاه ومش عايز يلبسها له. أنا عايز أسقف لك وأديك الجنيه الذهب في آخر الحلقة. يا باشا أنا ما كنتش هتكلم بس ما ينفعش الراجل اللي لماني من الشارع ولحم اكتفي من خيره يتضرب بسببي. جميل يا منصور جميل أنت والله. انا حاسس ان احنا صرعنا في الموضوع ده يا حازم. يا عم ادم انت قلبك خفيف كده ليه؟ ما تنشف كده شويه. ده اسمه تخفيف احمال. لازم نرمي الكوره في ملعب بعيد عننا خالص. ايوه بس مش لدرجه امجد الديب. ليه؟ مش هو كمان عايز درويش يشيل بقى معانا الليله؟ وبعدين امجد تقيل اللي يمد ايده في عربيه ترحيلات عشان يخرج ارهابي ويفتح النار على الحكومه ويفلت يطلع من اي حاجه. ايوه حبيبي ما هو برضه لو نفت يبقى اشترينا عدوته ببلاش. يا سيدي ساعتها نتصرف بقى نشوف هنراضيه ازاي. مش بالسهوله دي يا حازم مش بالسهوله دي. احنا كده يا حازم فتحنا نفسنا جبهات كتير قوي ومعارك احنا مش قدها. والله ولا معارك ولا حاجه. امجد الديب سيبهولي انا هتصرف معاه. طيب ومنصور هنعمل معاه ايه؟ منصور هيطلع منها زي الشهره من العجين. القضيه ما فيهاش ادله ولا مبني عليه. الأدلة سيد الاعتراف يا حازم. يا سيدي غير اعترافه بس القضية تاخد لها كام شهر كده في المحاكم والمرافعات. وحتى لو لبس هيلبس قد إيه؟ سنتين؟ عادي. منصور حبيبنا وعارف إن إحنا هنراضيه. مساء الخير يا نونو. مساء النور. اتأخرت كده ليه؟ لا ابدا انا ما خلصت مع الناس بس. طب طمني عملت ايه؟ لا تمام طلعوا لطف. ما تتسرعش في الحكم في البيزنس مفيش كلاينت لطيف. اسألني انا. نونا بس الواحد لازم ياخد بانطباعاته الاولى. ليه انا نظرة في الناس ما بتخيبش واللي بيدخل قلبي من اول مرة بيبقى فعلا يستاهل. برضه ما تثقش بسرعة كده. الظاهر ان الكلاينت طلعت حلوة قوي. لا والله مش الفكرة بس الحاجات اللي هي طالباها مني صعبة شوية بس ربنا يسهل وبقدر. لو ما كنتش انت قدها مين اللي هيبقى قدها؟ يا رب يا نونا. طب قوم بقى غير هدومك عشان نتعشى مع بعض. انا مستنياك وهموت من الجوع. مش هتأخر. خمس دقايق. انا هنزل انا هنا. تصدق اي حاجه من كلام الواد اللي اسمه منصور ده؟ ولا حاجه. حاسس ان حازم وادهم بيلعبوا لعبه كبيره قوي. انت شايف ايه؟ انا شايف ان هو احتمال من الاثنين. يا اما حازم وامجد كانوا شركاء فقرروا يبيعوا بعض. يا اما حازم قرر يبيع امجد لما حس ان هو كده كده مبطوط فقال لك شايله الليله. طب هو حازم يعرف منين ان امجد رجله جت في الليله؟ يا كبير انت ناسي ان هو ليه عيون كتير قوي في الداخليه؟ اللي خلى شريكه يهرب حرز مش هيعرف مين متهم بايه؟ طب بقول لك ايه؟ لو عايزين يلعبوا انا مش حارمهم من حاجه. لا يعني ايه مش فاهم؟ هضرب بغباوه اللي يقع تحت ايدي لحد ما اقول حقي برقبتي واجيب اخوه. قصدك ان انت كده هتحقق مع امجد رسمي؟ رسمي ونظمي وهشيله الليله. عارف الصح بقى؟ انك وانت بتحقق معاه تعرفه مين اللي شايلها له ومن ردود الافعال كل حاجه هتبان. صح؟ صح يا
انا هنزل. انت هتروح البيت ولا تعمل ايه؟ اروح المانيا اجيب المدام واروح. ماشي يا عم، ربنا معاك، شكرا على التوصيله. العفو، بس دي اخر مره، عربيتك تتصلح عشان مش هعملها تاني. والله كنت عارف ان انت هتقول كده. يا خلاص تصبح على خير. انت من اعلى حبيب، سلام. جهزوا يا رجالة. ايوه ايوه. ايه يا عم فضل، في ايه؟ انت طلعت شقتي يا فؤاد؟ لا والله يا عم فضل، هو في حاجة حصلت ولا ايه؟ الشقة مقلوبة، في حاجات اتاخدت وحاجات اتكسرت. في الاخر كده في حد كان بيدور عليا. يبقى اكيد هو. هو مين؟ زهير. انا امبارح شفته واقف قدام العماره، واقف في الشارع. زهير، يعني زهير ده اسمه امجد الديب؟ معرفش، بس العربيه متسجله بالاسم ده، واللي انا شفته جواها هو زهير. انا عرفته عشان شفت له صوره وسط صور ابويا القديم. طب والعمل ايه دلوقتي؟ اسمع يا راجل انت، احنا عندنا مشاكل واللي فينا مكفينا. مروه مروه ايه وقرف، احنا كنا قاعدين في حالنا، احنا ايه اللي بتعملنا دوت؟ وبعدين احنا مش عايزين امجد الديب. امجد الديب؟ انت مالك يا بت؟ انت دلوقتي ولا ايه يا فؤاد؟ هتقول لي كنت تجيب الجهاز ده كمان؟ اعملها يا فؤاد اعملها. صغيره هتضرب يعني ولا ايه؟ انت اصلا يا فؤاد. ملوش اثر يا ريس. أنا مش متعود إني أقابل حد إلا بميعاد سابق، لكن ما دام جيت لغاية هنا أهلا وسهلا. خير؟ لا أنا مش هي دي المقابلة خالص، ولا هتكون هنا. ده أنا كنت معدي من هنا قلت أجي أقول لك على ميعاد المقابلة اللي بجد، بما إن سيادتك ما بتردش على التليفون. والمقابلة دي إن شاء الله بخصوص إيه؟ بكرة. بكرة لما تشرفنا في الجائزة هتعرف كل حاجة وتسمع كل اللي تحلم بيه. حضرتك جيت، اهلا وسهلا بيك. ما نخلص الموضوع هنا واللي انت عاوز اقوله لك. مفيش حاجه هتبقى هنا، ده استدعاء رسمي. اسف سوري معلش. الو الراجل هرب يا امجد بيه. ها؟ اه كويس كويس، زاخ في اخر لحظه بس بقيت العمليه تمت. طب الحمد لله. على العموم انا وصلني المعلومه، هكلمك بعدين، مع السلامه. شكله خبر حلو. اه ان شاء الله خبر حلو. ان شاء الله الميعاد بكره امتى في الجهاز؟ 8 الصبح. وليه متاخر كده؟ نعم ان شاء الله 8 ل 5 هكون عندك في الجهاز. We'll be right back.
صباح الفل يا غول. صباح النور يا نرجس. ايه يا اخويا نمت كويس؟ الحمد لله يا نومه. معلش تقيت عليك شويه. علي النعمه كلمه كمان وهزعل منك. ده انا فرحتي بيك زي فرحه زبيده ثروت لما كان في بيتها رجل. والله والله انت بميت راجل يا نرجس. ايه يا اخويا جلبيه المرحوم طلعت وسهر عليك ولا ايه؟ ايه مرحوم ليه كده بس؟ ليه الفن اللي على الصبح ده يا نرجس؟ ايه يا اخويا هيت تبات بيها ليله كده عبال ما انزل استقضلك طعم من متزيون. ربنا يعني جلبيه المرحوم دي المرحوم ده كان جوزك ولا ايه؟ لا جوزي ايه؟ انا مظبوطه في الاوراق عذراء. يلا قوم بس اتشطف كده عبال ما اعمل لك لقمه تاكلها. تبيش نفسك انا اصلا لازم انزل. هتروح فين؟ عاوز اعمل تليفون. امال الميكرويف ده بيعمل ايه؟ خد يا اخويا اتكلم وانبسط براحتك. الله امال فين هدومي؟ ما تخافش على الحبل بتنشف. قلت اما اخدهم كده شطفه كده وتفول اوتوماتيك. يا نهار اسوخ. ايه يا نهار اسوخ؟ ما تخافش المحفظه والبنك نوت والفون بوك تحت المخده اهو مطرح ما كنت نايم. خد اهو. خد. تخافش. اعمل لك كفيله تي. ايه؟ كفيله تي. اعملي كفيله تي. اعمل لك كفيله تي. حاضر عينيا. اعملها نرجس. بيتين رجليين. الو ايوه استاذه بطمن عليكم انتوا فين؟ يعني قدامكم قد ايه كده؟ طب انا هكلمكم كمان نص ساعه عشان اطمن. مش قادر اصبر والله ما قادر اصبر. انا لولا خايف اني اتقل خطويكم كنت جيت معاكم. لا 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 ما تتصليش على النمره دي، النمره دي مش بتاعتي. انا بقى هتصل بيكم كمان شويه اطمن. يلا ربنا معاكم ربنا معاكم. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عندنا ميعاد مع دكتور منتصر الالفي. استاذ نهله الوديدي؟ ايوه. بس الميعاد متسجل قدامي 10:30. معلش اصل احنا جايين من مصر الجديده فخوفنا نتاخر عليه فحبينا نيجي بدري شويه. هو بس الدكتور منتصر لسه ما وصلش. طيب مش مشكله يعني احنا ممكن نستناه عادي يعني. طب بطيقكم لو سمحت. اتفضل. تاخد وقت قد ايه؟ مقدرش احدد بس مش اقل من نص ساعه. اوكي. انا شخصيه معروفه اكيد في ناس كتير قوي يعرفوني لكن مش بالضروره انا اكون بعرف كل الناس اللي تعرفني. امجد بيه الواد شافك وعرفك كويس وادي انا بسالك تاني اعرف ولا ما تعرفوش؟ ما انا بقول لسعادتك مش بالضروره اعرف كل الناس اللي تعرفني. بس الغريبة بقى ان قصة الواد ده متطابقة تماما مع قصة فهيم اللي حضرتك برضه بتكذبه. مش شايف الحكاية دي غريبة شوية؟ زي ما كذبت فهيم اكيد هكذب الشخص اللي بيدعي انه عرفني. عموما انا هجيبهولك. ادخل يا ابني. تعالى منصور. أمجد بيه بيقول إنه ما يعرفكش، إيه رأيك؟ هو جاي تنسيني بس يا باشا، بس إحنا بقالنا فترة وما تقابلناش من زمان. وأنا بعيدها وبكررها، أنا ما أعرفوش وعمري ما قابلته. هو أنا متهم بإيه بالظبط؟ ده مشروع اتهام بالتحريض على أعمال عنف ومحاولة تهريب مواطن مطلوب للعدالة. ولو فضل الوضع بالشكل ده هنزود عليهم تهمة تضليل لأمن الوطن. يعني أي حد يقدم أي بلاغ في أي حد يتوجه له اتهام من غير تحقيق. خد الوقت ده. أمجد بيه إيه رأي حضرتك تقول لنا تعرف إيه عن درويش عبد رب؟ أو بشكل أدق إيه علاقتك بيه بالظبط؟ أو توفر وقتنا وقت ما عليك. ما تجيبوه تسأله هو مش عندكم؟ مش هتقبض عليه. وإحنا لازم نقول لك كل حاجة. على العموم أنا لولا ثقتي في الأمن المصري كنت اقول اللي بيحصل معايا ده تشهير بشخصي. ارجوك لو في اتهام رسمي بالنسبه لي استدعوني. ما تحطوش نفسك في المواقف البايخه دي مره ثانيه لان تصرفي المره الجايه هيبقى سخيف سخيف قوي.
أمجد بيه، هو سعادتك تعرف شركة حراسات خاصة اسمها ايجل سكيورتي؟ عاوز توصل لإيه؟ لا ولا أي حاجة، أصل منصور اللي حضرتك لسه شايفه دلوقتي دوت شغال فيها، فقلت ممكن يكون يعني أنت اتعاملت معاها قبل كده. سعادتك أنا عندي شركة الأمن الخاصة بشركاتي وبمجموعتي كلها، ما بتعاملش مع أي شركات أمن تانية. سلام. مع السلامة يا فندم. نورت. شفت بقى؟ احنا كده بقى هنوفر راسين في الحلال. عملت ايه؟ الميل مفتوح على الاوتلوك بس مفيش اي حاجه باسم ديفلز اي خالص. طب وبعدين؟ هحاول افتح الميل من الويب بقى، ممكن يكون متسايب على السيرفر. طب من فضلك بسرعه، الله يخليك شد حيلك بسرعه. حاضر. الو امين معايا. اهلا اهلا بسعاده المحافظ. لا يا باشا، تحت امر سعادتك. لا امرني امر. ها يا باشا، دي حاجه بسيطه قوي، مش سعادتك اللي تطلبني، السكرتاريه بس كفايه ان هم يقولوا لي سعاده المحافظ عايز خدمه. حاضر يا فندم. لا تحت امر سعادتك. ايوه يا استاذه، ما بترديش ليه؟ انا اعصابي ثابت. مش حال يعني اذا ما كانت امك متلقحه في المستشفى، قصدي يعني ما تمديش ايدك قوي كده. اذا كنت انت بنت وزيره فطارق ابن ناس غلابه، ومن حقي برضه اطمن عليه. ماشي، هبقى اكلمك تاني عشان اطمن عليه. سلام. سعادتك بقى ابعتولي في ظرف نص ساعه، مش اكتر من كده والله صدقني. تعالي كده. لقيت الميل اللي فيه الفايل. وفتح معاك؟ لا، بي دي اف برضه، تقريبا نفس النسخه اللي معاكي بالظبط، حتى مفيش اي باسورد في الميل. رجاء مسح الرساله بعد تسلمها. طب هات مني الايميل ده، ph_z.s82@gmail.com. طب انا ممكن اعمل سيرش؟ لا لا، مفيش وقت خلاص، سايب الميل عندك وهنبقى نعمل استشفاء اي حته ثانيه. يلا بسرعه. ماشي سيب. يلا اسبقني وانا هقفل الكمبيوتر بسرعه. ايوه طيب مع السلامه يا باشا. مع السلامه. لا لا، اللي جابك بدري كده يا بنتي؟ ممكن منتصر. ازيك؟ الحمد لله خير. ايه في حاجه؟ لا خالص، ده انا كنت جايه ادور على العقد بتاع فيلة الساحل الجديده. اصحابك الشركه كلموني كانوا عايزين ياخدوا دفعتين الشهر ده والشهر اللي جاي مع بعض، بيقولوا لي ان في بند في العقد بيقول ان هم من حقهم يعملوا كده اول سنه، فكنت جايه ابص على العقد وبالمره اسال حضرتك، عندك اي خلفيه عن العقد؟ الحقيقه انا ما اعرفش الحكايه دي، بقى لها فتره طويله. وبعدين ايه اللي هجيب العقد ده هنا؟ انا عارفه بقى يا انكل، ما انا دورت عليه في كل حته مش لاقياه، قلت يمكن ماما شايلاه هنا. عموما انا كده كده خلاص هدفع. طب مستعجله ليه؟ ما تيجي تشربي عندي حاجه في المكتب. لا ان شاء الله المره الجايه، انا لازم اعدي على ماما في المستشفى ضروري. بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا بنتي، اتفضلي. مع السلامه. الو ايوه يا استاذه، طمنيني خرجتوا؟ طيب الحمد لله الحمد لله. كده كويس كويس، انا تمام التمام. ماشي، بقول لحضرتك يا انا هبقى اكلمك بقى عشان نعرف هنشوفوا بعض ازاي. ماشي يا استاذه، سلام. حلو قوي البتاع ده يا نرجس، هو انت حاطه في ايه؟ ده كوكونات فلافر. مين يا حبيبي؟ كوكونات فلافر. كوكونات فلافر؟ الله، بقول لك يا نرجس. قول يا اخوي. هو مفيش سايبر قريب منكم هنا؟ بتتسايبر ليه؟ واحنا معانا 3G. انه النت حيثما تكون. انا مشتركه في باقه البلاعه، خد راحتك. بلاعه؟ بلاعه ايه؟ ايه اسمها كده؟ عشان اعرف اعمل داونلود براحتي. ما شاء الله، باقة البلاعة داونلود براحتك. طيب تعرفي تجوجلي؟
بحب انا الراجل الابديت. لفيني بالاسم. ايه؟ لفيني بالاسم. امجد الديب. عاطف. ايوه هو. هو. ده باين عليك سلانس كبير قوي. ده لابس جرافات فيرزاتشي. تعرفه ده يا اخويا؟ كنت اعرفه. بس زي ما تقولي كده يعني زمن بعد بينه وبينه. بس لو شفته مش هتوه عنه برضه. حتى لو الايام نحتت في شكله خليته حد تاني. انا لازم اقتله. نهار اسود! تقتل مين؟ انت بتفكر في ايه؟ صلى على النبي كده يا غول، وهد، قول لي ايه الحكاية؟ الحكاية اصلها طولت ومسخت ولازم تخلص بقى. طب استهدى بالله وتف على شمالك ثلاث مرات. انا صحيح ما اعرفكش من زمان، بس قريه فصك من يوم ما عرفتك. انت مش وش الكلام ده. ولو في حد انت متضايق منه ومولع منه، ولع فيه بجاز، بس بالعقل وبالتكتك. انت مش ناقص هم على همك. انت اصلك مش عارفه حاجه. معلوم مش عارفه، ولو مش عايز تحكي ما تحكيش. بس عشان خاطري، عشان خاطري، فكر كده وركز، وان شاء الله هتلاقي لها الف حل غير اللي انت بتفكر فيه ده. طب ممكن تسيبيني مع نفسي شويه كده؟ عايز اقعد لوحدي. حاضر يا اخويا، خد راحتك. ها يا ابني، رفعت الفيديو انت وريتوني امبارح ولا لسه؟ لسه. قلت لك ان انت فاصل وكل مره يطلع 90%. ما تحاول تاني كده، ده هيجيب لايكات وكومنتات كتير والبيج بتاعنا هيتشهر. افتح تاني كده. طيب ورهولي اهو يا عم. انت عرفت مين الناس دي؟ هما شكلهم مش من المنطقه، بس الراجل ده حاسس ان انا شفته حته قبل كده. ايه ده؟ ده اللي فجر وزيره الصحه بتاعت افور موت مسك يا عمي. هو ده. انا قاري الصفحه بتاعته كومنتات ولايكات لغايه ما حطيت وشي على الفوتوشوب وحفظت اكتر من وش ابويا. هو ولا مش هو؟ المقطع ده لازم يتشرع على الصفحه وقتي. لا لا يا عم، فاكر ده يبقى فعلا من دوله وسين وجيم. احنا مش ناقصين. وماله يا عم، هنتشهر اكتر. بطل الجبن اللي فيك ده. طب قبل ما نرفعه عايزين ننقي لها كده اهوت اسم ايه يدلع الشعب. اكتب شاهد قبل الحذف: ماذا فعل ارهابي بعد هروبه من الداخليه؟ قبل الحذف دي اتمت قوي. احنا نكتب لن تصدق عينيك. طب استنى كده. شاهد فضيحة الداخلية قاتل الوزيرة هارب ويثير ذعر في شوارع القاهرة. والله شكلك انت هتودينا في داهية يا عم. اقعد. لقيتي حاجة على الفيسبوك؟ الايميل معمول عليه اكاونت باسم واحد اسمه زين. زين السعيدي. وريني كده. السعدي بقى تقريبا. زين السعدي من المنصوره، مدرس في كليه علوم. كده لحظه واحده. ده الاكاونت بتاع ماما عنده على الميوتيوال فريندز. اوكي، وارد جدا يكون في بينهم تشات. تعرفي تدخلي على الفيسبوك بتاع مامتك ولا لا؟ لا من على اللابتوب. لا بس ممكن من على التاب، يبقى في ابلكيشن. هو مش معاكي؟ لا طب مش معايا. درويش ما بيسيبوليش خالص. اشمعنى؟ لان هو مقتنع ان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تثبت براءته لو البوليس قبض عليه. طب ممكن تكلميه يجيبه؟ للاسف ما بقاش معاه تليفون. نعم، امال بتوصلوا لبعض ازاي يا جماعه؟ اما بيعوزني هو بيعرف يوصل. واديني قاعده تحت رحمته. معلش اعذريه، الغلطه اللي هو فيها دي برضه مش سهله وتخليه يخاف من اي حاجه. غريب قوي الراجل ده، مع اني تقريبا ما اعرفش عنه اي حاجه. معرفش ليه كنت بتبسط قوي لما كان بيجي يعدي عليا. هو من ناحيه غريب فهو غريب فعلا. انا صحيح ما اعرفوش غير من كام يوم، بس اللي عرفته عنه اغرب من اللي عرفته عمري كله. انا في الاول كنت فاكره اني فاهماه، بس كل ما الوقت كان بيعدي بحس اني لسه ما اعرفوش. في اللحظة اللي كنت بتوقع منه خطوة، كان بيفاجئني بخطوة تانية. زي ما يكون مصمم يبقى لغز محدش يعرف يحله.
ازيك يا نعمه؟